يا يعني مرحبا فيكم في محطتنا الحوارية الأولى. ما الفرق بين الإعاقة الجسدية والإعاقة العقلية؟ من هم ذوي الإعاقة؟ وهل يعتبر التوحد نوعا من الإعاقة؟ هذه وأسئلة كثيرة يسرنا أن نتوجه بها إلى ضيفنا لهذا الحلقة الدكتور محمد السوالمة، أخصائي أمراض التوحد. مساء الخير دكتور، أهلا فيك. مساء الخير. بداية ناخذ أسباب لإصابة التوحد. حقيقة إلى الآن الطب لم يتوصل إلى أسباب حقيقية لهذا المرض، لكن الطفل اللي على طيف التوحد أثبت الدراسات أنه عنده استعداد وراثي أو استعداد جيني. هذا الاستعداد الوراثي غالبا ما بيكون مصحوب بظروف بيئية معينة. ممكن نقسم هاي الظروف البيئية لقسمين، قسم خلال فترة الحمل وقسم ما بعد الولادة. خلال فترة الحمل غالبا الأم إذا كانت أسنانها بتحتوي على حشوات من الرصاص بكميات كبيرة، ممكن تنتقل هاي المادة اللي هي تعتبر مادة سامة للجنين وتؤدي لهيك إصابة بهذا الطيف. كذلك إذا الأم أفرغت في استخدام صبغات الشعر، غالبا صبغات الشعر تحتوي على مواد كيماوية وكذلك منها الرصاص، ممكن كمان تنتقل للجنين. بالإضافة لعادات سلوكية خاطئة بالأكل اللي هي الاعتماد دائما على المعلبات، الإكثار من الأسماك اللي مصادرها بحار ملوثة من ناقلات النفط وغيرها، كذلك وجودها في بيئة ملوثة مثل المصانع. كلام خاطئ. الجزئية الثانية اللي هي ما بعد الولادة، نركز دائما على أهم فترة اللي هي فترة الست أشهر من عمر الطفل. فترة الست أشهر هاي تكون مناعة الطفل غير مكتملة، فدائما اعتماد الطفل على اكتساب المضادات الحيوية أو المضادات البكتيريا والفطريات من خلال الرضاعة الطبيعية. إذا كان في قصور عندنا في هاي الرضاعة صار عندنا بيئة جيدة لنمو الخمائر والفطريات اللي تعتبر سلبية على الجهاز الهضمي. ثانيا الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية من غير رقابة. المضادات الحيوية غالبا ما تضعف جهاز المناعة وما بتقتل عندنا البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة اللي لها دور كبير في امتصاص والهضم في الجهاز الهضمي. ثالثا وجود كذلك الطفل في بيئة ملوثة، مثلا الألعاب البلاستيكية الرخيصة إذا كانت في متناول إيديه وبحطها في فمه بشكل كبير ممكن يمتص هاي المواد السامة. هذا لو كان مثل ولد سليم، فرضا أن ولد عمره 4 سنوات 5 سنوات ولد سليم قام يلعب بالألعاب هذه، هل ممكن تحول؟ حقيقة بتكون هي طبعا الجسم مهما تعرض لأمور سامة وقادر على التخلص منها، لكن في الفترة الأولى من عمره بيكون الجهاز المناعي غير مكتمل، فالعرضة بتكون سهلة والإصابة بتكون سهلة. نعم، أفهم من كلامك، أنا أخذ من بعض النقاط، هل يعتبر مرض التوحد وراثي كخطأ شائع؟ حقيقة إلى الآن الدراسات ما توصلت لجين معين مسؤول عن هذا المرض، لكن طبعا في كثير براهين بتثبت أنه هذا المرض غير وراثي. أحدها مركز CDC اللي هو مركز الوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عمل دراسات على نسبة انتشار هذا المرض، وجدوا أنه طفل لكل 68 طفل أو 88 طفل عفوا، مقارنة بالسنوات السابقة كانت طفل من كل 100 طفل. فالانتشار هذا السريع لهذا المرض بنفي أنه هذا مرض وراثي، بالإضافة أنه كثير من الحالات بتجينا بالعيال بيكون توأم متشابه، نفس الحيوان المنوي نفس البويضة، طفل مصاب وطفل غير مصاب، فهذا كله بنفي أنه هذا المرض يكون مرض وراثي. طيب توحد هل هو أنواع أو أقل؟ حقيقة هو طيف بضم عدة لاحظت أنك تذكر دائما بأكثر من كلمة طيف، هل هو مسمى علمي يعني كطيف؟ صحيح، هو حقيقة دائما بقوله under spectrum يعني تحت مظلة التوحد، وهذا بتراوح من خفيف لمتوسط لشديد. مؤخرا رابطة الأطباء النفسيين غيروا التقييم فصارت عبارة عن تشخيص واحد اللي هو على طيف التوحد. قديما كانوا يحطوا أسبيرغر، هذا أحد أخف أنواع طيف التوحد، الـ ADHD كذلك، هون بتصير عندك مايل ودريت سيفير، الآن حطوها جميعها تحت مظلة التوحد نوعية واحدة. بنوضح للمشاهدين أعراض التوحد. حقيقة الأعراض غالبا ما بتبين مع الأهل في قبل 3 سنوات وما نقدر يبين معهم في السنة الأولى أو في السنة بعد السنة ونص. غالبا ما بيشكو الأهل من تأخر اللغة وعدم استجابة الطفل للنداء. فأول شكوى بيجي الطفل بيجي الأهل للطبيب، أنا طفلي بنادي عليه ما بيرد عليه. هو يكون شكله سليم؟ حقيقة هو جسديا سليم وعقليا كذلك سليم، لكن السلوكيات اللي بتظهر عنده هاي بتخلي الأهل يصيبهم الوسواس ويلجأوا للأطباء
وغالبا ما بيكون عندهم الامور السمعيه سليمه، فهون بده يدوروا على المشاكل اللي هي شبيهه بالتبخر وغيره. يعني مثل الاعراض تكون اذا ما استجاب، اذا ما استجاب للاسم، اذا ما لبى الاوامر، اذا ما في اي تواصل بصري معه، ما في اختلاط بينه وبين الاطفال، الطفل عنده بكاء غير مبرر، ضحك غير مبرر، عنده اضطرابات في النوم، عنده سلوكيات غريبه في الاكل انتقائي، عنده بعض السلوكيات اللي هي منتقده، يعني ممكن اي شخص يشوفه يقول لك هذا الطفل يعني ليش بيعمل هالحركات. بالضبط. يعني اي علامه استفهام خاصه بعد السنه الاولى والسنه الثالثه، في علامه استفهام تكون عند العائله خاصه في البيت الواحد، اذا شاف طفلك في حركات غريبه ممكن نقول هي علامه استفهام. والله طبعا، ويفضل دائما يراجع، لانه الاصابه بهذا الطيف غالبا ما بتكون ملحوقه او استفاده من العلاج في هاي الفتره جدا ذهبيه. طيب بما انك ذكرت العلاج، اذكر شنو العلاجات الخاصه بالتوحد؟ حقيقه هو علاج شافي لهذا المرض غير الى الان غير موجود، لكن كل المتداول عليه من علاجات هي بتوصل الحاله لمقربه انه يعيش يعني بحياه صحيه سليمه او يكون قريب من اقرانه. العلاجات اللي بتتقدم لهيك حالات بتنقسم لقسمين، قسم تأهيل اللي هو بيكون جلسات التخاطب، جلسات السلوك، تنمية المهارات، وقسم طبي. القسم الطبي طبعا بتحط الخطة العلاجية بعد ما يخضع الطفل لتحاليل عديدة. هاي التحاليل العديدة غالبا ما بتبين اضطراب في عمليات الأيض، اضطراب في امتصاص الفيتامينز والمعادن، وغالبا ما بتبين لنا مشاكل في الجهاز الهضمي. فبيكون العلاج هنا انك تعوض الطفل بهاي الفيتامينات والمعادن الناقصه، مثل انه ياخذ اوميجا 3، فيتامين د، بي 6، المغنيسيوم، كذلك انه ياخذ انزيمات هاضمه تساعد على مجارات الاكل اللي بدخل للطفل اللي هو كان اساسا عنده سلوكيات فيه غير صحيحه، وبكتيريا نافعه، وبيخضع لحميه معينه كذلك. البكتيريا النافعه، يعني ذكرت ان المضادات الحيويه تاثر على البكتيريا النافعه خاصه في العمر المرحله الاولى هي 6 شهور. طيب اذا كان مثل لا حول ولا قوه الا بالله، طبعا اجواء الكويت ايضا ترى هم بعد متعبه جدا من مضادات العائلات، احيانا ممكن كل اسبوع رب والتهاب في الصدر، فيحتاج الى مضاد حيوي، هل ممكن يعوض بكتيريا نافعه؟ والله دائما يفضل في وجود اي 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 فتره علاجيه بالمضادات الحيوي انها تصاحبها يعني كبسولات من البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه هاي دائما بتكون بمعدل 70-80%. طبعا نذكركم باشراف طبي، لازم تكون دائما الدكتور حقيقه لازم تكون بمراجعه الطبيب نفسه اللي بيوصف المضاد الحيوي، يفضل دائما يوصف مع البروبيوتيك. طبعا هذا البروبيوتيك الان صار في وعي كبير عليه، فالان ممكن تلاقيه في منتجات حليب، تلاقيه في في في, في غالبيه الاطعمه مدعم، يعني ممكن ياخذ مكملات بسيطه اي نوعان. ايضا الحميه الغذائيه لها دور في هذا الجانب. حقيقة كثير من الأطفال بيجونا بشكوى دائما من الأهل إنه الطفل عنده إمساك مزمن أو إسهال مزمن مصاحب بريحة سيئة، غازات، ريحة سيئة من الفم، بالإضافة إنه الطفل الناطق بيكون عنده دائما شكوى من بطنه، أو الغير ناطق بيمسك إيد أهله بحطها على بطنه. في أطفال بترفع عن بطنها، بتنام على السيراميك على البلاط، بتدور على شيء بارد كمان يهدي من ألمه. بالاضافه انه دائما الاطفال بيكون من سلوكيات خاطئه في الاكل، دائما متجه ناحيه السكريات، طبعا هذا بناء على وجود الفطريات بكم كبير. فجميع هذا ما ذكر هذا بيبين انه عنده مشاكل في الجهاز الهضمي. هون احنا بنتطرق لتحليل دم بيسموه الفود انتوليرنس. الفود انتوليرنس اعتقد بالعربي هو بمعنى عدم قدره التحمل، عدم قدره التحمل لمواد معينه من الاكل، وهذا بيختلف اختلاف كبير عن الفود اليرجي. الفود اليرجي اللي هو تحسس غذائي، يعني دائما بيصير خلط عند الاهل بين التحسس الغذائي وعدم قدره التحمل. فالطفل بعد الخضوع لهذا التست اللي هو بيكون غالبا بالضبط بالدم، ببين غالبا ما بتكون الامور اللي لازم يتجنبها اللي هي بروتين القمح وبروتين الحليب. بروتين القمح بيسموه جلوتين، فدائما بيتم استبداله بالذره، بالرز، بالكينوا، بامور ثانيه طبعا صحيه. كذلك بروتين الحليب الحيواني يستبدل بالحليب النباتي كرمال يعوض الكالسيوم. حقيقه هاي الحميه صحيه جدا، انت فقط بتبدل نوعيه حليب بحليب او منتجات حبوب بمنتجات حبوب. يعني هو يفضل دائما التنويع المناسب كذلك مناسب، مو التركيز على وجبه واحده 100%. طبعا ايضا هناك سمعت ان هناك علاج بالاكسجين، نوضح لنا اللي دقيقتين فقط. حقيقة العلاج بالأكسجين هو علاج مستخدم ومعترف به دوليا من منظمة الغذاء والدواء اللي هي FDA لحالات
علاجات عديدة ليس منها التوحد، لكن استخدامنا لعلاج الأكسجين في حالات التوحد تحت بند طبي يسمى الأوف ليبل يوز، بمعنى أنه في أدوية ماخذة أبروب FDA لعلاج أمراض معينة وجدوا أنها مفيدة في حالات ثانية وهذا متداول طبيا، فاستخدامنا للأكسجين لهذه الحالات تحت هذا البند. خضعوا هذول الأطفال لصور طبقية اسمها سبيكت سكان، علاج حديث حقيقة جديد بلشوا يعني يخضعوا له الأطفال. صورة السبيكت سكان هي صورة للدماغ ثلاثية الأبعاد بتبين إذا في أماكن متضررة من نقص الأكسجين وقديش يعني كميتها. لما عملوا الصورة الطبقية لكمية كبيرة من الأطفال وجدوا أنه 70% من هاي الأطفال عندهم أماكن قليلة التروي، لما عوضوهم بكورس أكسجين وجدوا أن هاي الأماكن تروت بشكل كبير وانعكست على اجتماعياتهم على لغتهم على سلوكياتهم. فحقيقة هو يعتبر علاج مساعد وليس علاج بمعنى الشافي، لكن هو علاج مساعد complementary treatment. إن استطاعوا عليه الأهل فهو جيد جدا ومفيد حقيقة. شكرا لك دكتور محمد سؤال على هذا العرض الشافي والكافي وجزاك الله خير. الله يحفظك. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، نتواصل معكم ان شاء الله بعد